التغيرات او خلينا نقول التحركات الاهلاويه الاخيره بفتح المدرجه وما غدا ايضا مفتوح امام الرؤساء السابقين والمحبين وكذلك الذهبيين، تعيين تيسير كامل موسى نايف القاضي، تعليقك عليها؟ طبعا هذه في استراتيجيه جديده الان حتوضع في النادي الاهلي، عمليه برمجه، حيكون عمل مؤسساتي اكثر ما يكون عمل عشوائي كاللي كان في السابق. في السابق كان هناك ما حد عارف القرارات تتجه الى اي اتجاه، كانت قرارات فرديه، كانت قرارات ما هي موجهه لاهداف معينه حتى يحقق فيها النادي طموحات جماهيره. الان تم تغيير الاداره، والان بدينا طبعا هذه اداره خلينا نقول اداره مؤقته لفتره معينه حتى انعقاد الجمعيه العموميه واختيار اداره منتخبه لفتره 4 سنوات. ولكن تم اختيار العناصر الشابه هذه بقياده رئيس النادي المكلف المحامي، يعني معروف، كانوا نائب رئيس لجنة فضل المنازعات، فوليد عبد الرزاق معاذ شخصية مثقفة متعلمة، يعني محترم رجالات الأهلي. خلينا أديك هي من الآخر يا رجع النادي لأبنائه. جميل، مطمئن أنت لهذه التحركات الإدارة؟ أنت مطمئن لهذه التحركات؟ نعم. أنت شايف هذه التحركات مطمئنة ممكن أنها تصنع الفارق على قولتك تأسس الاستراتيجية؟ شوف وقوف الجماهير الآن هتوقف معهم وحضور فتح شوف التقرب من الجماهير والتقرب اللعيبة مع الجماهير. اللاعب لا تعزل عن الجمهور، خليه ياخذ المدح وخليه ياخذ الانتقاد على اساس يعرف انه في انه الجمهور هذا هو اللي بيشجع في الملعب وهو اللي يهم النادي انه يكون في احسن صوره، فلا تعزله. كان معزول اللاعب ما يسمع الانتقادات، فاصبح ما هو عارف هو ماشي خطا ولا صح. فهنا البادره اللي اخذوها انه فتح النادي وفتح للجماهير الممرات والمقر، قرب جمهورك داخل ناديك، ليش تبعده؟ ليش تقفل الابواب؟ الجمهور بيشجعك، هذا مو عدوك، هذا جمهورك. فالخطوة الحقيقة محبذة من الجميع، ونتمنى للإدارة هذه الشابة القادمة الآن أن ربنا يوفقها وأنها تعيد أهلينا إلى مكانه الطبيعي في أقرب فترة ممكنة إن شاء الله. إن شاء الله.